ديالي عطاها لي صوتها وخرجتها في المذكرات ديالي بخط يد حسن الثاني اللي عطاها. الان لما الملك دار الخطاب ديالو ديال 16 اكتوبر داخليا وقع واحد انفجار وطني كبير. انا ذكرني بذاك الايام ديال عوده محمد الخامس في 16 نوفمبر 1955. لا يمكنك ان تتصور عدد المظاهرات الكبيره التي خرجت في كل انحاء المغرب واستمرت لايام وايام. يعني كان حماسا كبيرا. كان حماسا كبيرا. الملك طلب 350 الف من المتطوعين في اليوم الاول للتسجيل. سجل 950 ألف مواطن مغربي أنفسهم للذهاب. انظر هذا النجاح الشعبي الكبير. في الخارج وقعت هناك دهشة. الذين شعروا بالدهشة هم الجزائريين أولا. وعندنا مذكرات جون دانييل. وجون دانييل هذا هو مدير جريدة النوفل أوبسيرفاتور الفرنسية وهو من أصول جزائرية من يهود الجزائر ومن اليسار الفرنسي. مارس الصحافة 40 سنة. يقول في مذكراته: في ذلك اليوم 16 أكتوبر 1975 تناولت طعام العشاء على مائدة الرئيس بومدين رحمه الله. شوفت الصدفة هذه. وتابعنا معا خطاب الحسن الثاني الذي أعلن فيه عن المسيرة الخضراء وقال بأن بومدين وقف تائرا حاقدا يعني يشعر ب يعني واحد نرفزة كبيرة وقال كلاما هاتي أنا تنقل لقل هذاك الصحفي أستحيي أن أردده وجهه للحسن الثاني بعبارة أخرى سب الحسن الثاني وشعر بأنه يعني بحل كل الاحتياطات اللي داير المتابعات هذه القضية ديال الشعب اللي غادي يمشي حيرت القيادة الجزائرية. يعني الحسن الثاني سحب البساطة من تحت قدميه وفجأة دون حتى أن يتوقع لا أحد يتوقع. في فرنسا قالوا سيتان بلوف وجريدة لوفيغارو قالت ودي ما يمكنش واحد دولة في مستوى المغرب الملك يخطف العشية ولا غدا الناس يتهزوا. هادشي تيخصو إعداد وتيخصو إمكانيات لوجيستيكية وتيخصو لكن حتى واحد ما كان عارف بأن هادشي كله كان توجد إلا الحسن الثاني اللي كان عارفه وهذوك الناس اللي كانوا خدامين اللي قلت لك أنا اللي كان تيحلفهم وتيكلفهم بواحد المهم.